شيخ السؤال نسيته من ضمنها الأسئلة، وهذا وصاني كثير من الأخوة عليك، هو شيخ ما رأي فضيلتكم في قضاء الوتر عند النسيان، وهل يقضى شفعا أم لا؟ وقد ورد حديث عائشة ولكنه ليس نص في ذلك، فهل ورد عن الصحابة والتابعين سند صحيح في ذلك أنه يقضى شفعا، مع أن الأكثر في البخاء في الفتح قالوا إنه ما يقضى؟ أولا أنت أو الذين كلفوك بهذا السؤال، وأنا مشغول من جهة هذا يعني خايف تكون أنت عبد الله الثاني. إذا يصح لي أن أقول، ماذا تقصد بالقضاء؟ هل تقصد المعنى اللغوي الصميم العربي، ولا تقصد المعنى الفقهي الاصطلاحي؟ المعنى الفقهي يا شيخ. المعنى الفقهي، وهو لا ما أظنك تعني هذا، وسترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمارك. هناك فرق بين من نسي الوتر أو نام عنه فهذا يقضيه حتما، وبين من أعرض عن هذه الصلاة هذا لا يقضيه. أنت تعني هذا ولا ذاك؟ لا أعني يا شيخ من نسي أو نام، فهل اثنين فإذا ليس هو القضاء الفقهي اللغوي طبعا، لأن القضاء الفقهي هو الإتيان بالعبادة بعد وقتها وفي الوقت غير المشروع له، كمثل رجل مثلا يستيقظ لصلاة الفجر فيلتهي عنها حتى خرج وقتها بطلوع الشمس. فهنا يأتي السؤال التقليدي، يقضي أم لا يقضي؟ الفقهاء يقولون يقضي، نحن نقول لا يقضي، لأن الرسول يقول من نسي صلاة أو نام عنها، قد يكون هذه مفاجأة بالنسبة لك طبعا لأنك حنبلي ولو كنت في العقيدة سلفي، مع الدليل يا شيخ ما كويس الحمد لله ذلك ما نبغي، ولكن لكن أنا ما اتهمتك بأنك لا تمشي مع الدليل، لا طبالك، إنما أنا قلت الواقع أنك حنبلي، تقدر أن تنفي هذا؟ لا يا شيخ، هذا هو لذلك. الله يجزاك يا شيخ. تسرعت علي لما قلت أنه أنت مع الدليل، أنا ما اتهمتك، لكن أنت تجمع الآن بين شيئين، وهذا واجب كل طالب علم أن يكون حنبليا مع طلب الدليل، أن يكون حنفيا مع طلب الدليل، أن يكون مالكيا مع طلب الدليل، وأن يكون شافعيا مع طلب الدليل، وليس كما يتوهم كثير من إخواننا السلفيين الهوج أنه إيش يا أخي حنفي وشافي ومالكي والآخري، قال الله قال رسول الله، قال الله ورسول قال رسول الله، يحتاج إلى تهيؤ لذلك. فإذا وجد هناك، هذا مذهبي، إذا وجد هناك جو يشبه جو السلف، لا مذهبية هناك وإنما قال الله قال رسول الله، ما يجوز أن يكون هذا حنفي وشافي ومالكي وحنبلي أبدا، لكن الواقع هذا المجتمع مفقود غير موجود، صح ولا لا؟ إذن فأنا أفهم أنك أنت وغيرك حنبلي المذهب ولا مشاهدة في ذلك، وإذا قلت لك أنت حنبلي ليش عيرت نفسك بهذه النسبة؟ هذا واجبك، لكن إذا كنت حنبليا مقلدا تقليدا أعمى على خلاف الدليل، هنا يأتي الانتقاد وما انتقدتك، وذلك ما هو ظني بك، أنه إذا ثبت لك الدليل تتبعه. فالآن المذهب الحنبلي يقول بأنه من فوت عليه صلاة قضاها، أليس كذلك؟ شوف يا أستاذ علي،
خذ هذه فائدة. هكذا يقولون.